بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. الأهلي وثمن التفوق بين التحليق والتقليل والواقع. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحلقة 838 من ملك كتابة بيبدأها المهندس عدلي ما بين التحليق والتقليل والواقع. ايه التحليق؟ التحليق انك انت كجمهور الاهلي عندما يتفوق الاهلي ويتألق ويحطم ارقامه بنفسه بيبتدي يحطك في مود او في يعني حالة لا تقبل الخروج من هذا التفوق بأي تامة. اذا كسبت واحد يقول لك وضيعنا 4، إذا كسبت 3 يقول لك كان ممكن نكسب 7، إذا تعادلت يقول لك يا نهار أبيض الشوط الثاني وحش. مش الشوط ده بقى واللعيب نفسه بيقيم بطريقة يعني الكورة حقيقتها الفوز ده بيعمل لك. أنت فاكر لما السنة الأولى بتاعة جوسيه المذهلة دي؟ أيوه. وإحنا في اليابان أنا قلت لك إيه؟ الخوف من اللي جاي. قلت لك الخوف من اللي جاي لان مش هتقبل اول هزيمه. فاحنا هنرجع الدوري ازاي يعني او التعادل. انت دلوقتي الناس عايزه الارقام القاسيه، التحدي بقى في حته ثانيه. ايوه. فعندما جاءت الخساره في كاس العالم كسرت الحده دي. ورجعنا على الدوري ابتدينا نزلتك من السماء شويه. حطينا رجلينا على ارض الواقع. اللي بيقول مهما كان تفوقك او تفوق اي نادي في العالم اي عمل مفيش بشري مفيش حاجه اسمها فوز ولا شيء غير الفوز. لا السيتي عمل كده ولا المدريد عمل كده ولا البشر يعمل كده ولا البشر عمل كده ولا المنطق يقول كده لان حسب قانون الاحتمالات بالظبط. يعني انت حتى لما تلعبني 100 مره وانت اقوى مني ممكن تكسبني 99 مره وانا مره كده. افرض ان انا بعمل كده بايدي وانا بلعبك بوكس جات فيك كسبت انا ماتش وانا مش عارف كسبته ازاي. فالنهارده الاهلي 99 وتمسك في المره لا نبتدي نقيس على المره. ايوه. ما انت اهو يا سيدي اللي بتتكلم لي اللي بتفتسف. واحيانا جمهورنا بيبقى من كتر فخره بالنادي الاهلي مش عايز يشوف اللحظه دي. وده اللي حصل. بمجرد ما تعادلت ابتدوا يفتكروا اخطائك في المباراه، الفرص اللي ضاعت واللعيب اللي مش موفق ولا ومن اللعيبه بلا مده موفقه جدا معاك. انما هو ده الدي اوف ان اللعيب الفرقه اللعيبه اللي قدامك. اولا خلي بالك اسهل ما يمكن وخصوصا اذا كانت الفوارق مش حاسمه مش كبيره قوي يعني انك تعمل جيم دفاعي. لكن احنا كمان عودنا الناس على ثقافه التهليل وتكريم مش لهذا الاسلوب. ان تخرج امام الاهلي متعادلا فاللي قدامك عمل كل شيء. اللي قدامك عمل كل شيء يناسب اهدافه، يناسب اللي عايزه من المباراه، يناسب الخطه الموضوعه. انا مش عايز اخسر ولو قدرت اخطف من المكسب يبقى كويس. لكن انت ما فيش انت المكسب او المكسب او المكسب. فالفرق صعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه التقليل بقى. المنافس ياخد منك المود اللي انت عايشه اللي مش حلو ده ويبتدي يقلل من كل حاجه عملتها. وهذا هو المضحك في الامر. ان تبص تلاقي حد يقول لك يا ابو خمسه ما انت واخد مني 5 يا عم. 5 و6 و4 لا واخد تحديدا. واخد مني 5 وما خدتش منك انت 5 انت بتتباع بحد تاني فيا ابو 5 نقوم احنا ايه عندنا ناس تتغاظ فترد وتشيل هم وساعات ترد ايه بقى انك تتضايق من فرقتها. وانا كان في يعني قاعده مع ناس اصدقاء كنا بنتفرج على ماتش البنك وصار جدلا يعني قلت لهم يا جماعه مش عايزين نعمم يعني مش عايزين نقول ايه فلان وحش وفلان ده هايل الهايل ده هيجي له لحظه مش هيوفق
والوحش ده لانه هو في الاهلي فجاي على بيز كويس وشفناه في لحظات وهو كويس، ولما كان في بدايه الموسم كان كويس جدا، لما اتعور قلقنا كلنا. ها فلاعب النادي الاهلي بالذات كلنا عارفين انه معدانه كويس، ده محتاج الدعم، ومش محتاج الدعم وهو كويس، ما هو كويس ومنتشر، محتاج الدعم انك ما تقرص عليه لما ما يبقاش موفق، لان احنا بنوتره زياده. كولر بيشير بذكاء الى المواضيع دي في المؤتمرات بتاعته، ولكن تعميم الجمهور، لا مين الجمهور؟ الجمهور ده 80 مليون، هتلاقيه شرايح، ناس كده وناس كده وناس كده وناس كده، لكن كلهم متفقين على ايه؟ حب الاهلي، لكن يختلفوا في رد فعلهم في ازاء ما يحدث للنادي الاهلي. فعندما نتحدث عشان الجمهور يتوحد، بنتحدث على ان يجمعنا ثقافة معينة تخلينا نقبل حاجات، ما نقبلش التقصير، ما نقبلش الإهمال، ما نقبلش الخيانة، ما نقبلش عدم الوضوح، لكن إذا كان كل بيسعى أحيانا تقبل في النص، يحصل لك دروب وتقوم بسرعة عشان تكتسح الأخضر واليأس. ده اللي أنا، ده الواقع بقى، ده الواقع، ودي الحلقة المهمة في هذا التوقيت، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله لميس ونموذج الاكتزاء والافتراء. الغربال الأباحة والإباحة، وبعضمة لسانه الجريمة أن يفوز الأهلي، وفي الشموع الحمراء إمام الحديد. لكن أسرار الملك عن المدافع الصلب، ومجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، اللي في بدايتها بنطمنكم على بعثة المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لمباراة الغد مع غينيا في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لدورة باريس الأولمبية. البطولة بيتأهل منها 3 منتخبات، يعني منتخب مصر بكرة إن شاء الله تعالى إذا كسب غينيا خلاص راح المباراة النهائية يواجه الفائز من المغرب ومالي، والأهم قطع تذكرة السفر إلى باريس في دورتها الأولمبية. إذا خسر هيلاعب الخاسر من مباراة المغرب ومالي، لكن في نفس الوقت لو كسب في مباراة المركز الثالث والرابع هيصعد كثالث، لأنه هذه البطولة بتأهل 3 منتخبات لباريس، بالإضافة لصاحب المركز الرابع هيصفي مع الفريق الآسيوي. يعني الفوز يضمن لنا السفر مباشرة إلى باريس ولعب المباراة النهائية الأفريقية، والخسارة تخليك تلعب مباراة مع الخاسر من نصف النهائي. ده اللي خاص بالمنتخب الأولمبي، ومستر ميكالي المدير الفني البرازيلي للمنتخب بيأكد ثقته في لاعبة المنتخب المصري، للحقيقة 4 منهم، منهم علاء، حمزة علاء حارس مرمانا الشاب الموهوب، دخلوا في التشكيلة الأساسية للمنتخب الأفريقي كأفضل تشكيلة. المنتخب الأولمبي يعني بدايته كانت مخيبة جدا للأمال، لم يتألق أحد، أيوه، وما كسبناش النيجر، وأصبح موقفنا حرج، وكان الحل نكسب الماتشين. وتاني ماتش بالتحديد اللي هو ماتش مالي، احنا ما كسبناش مالي يا استاذ ابراهيم في اي لقاء في كل الدورات السابقه على اي مرحله سنيه. مالي دي اصبحت عودتنا، اتخرجنا 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 اتخرجنا. وكان اخرها في المنتخب اللي كان مع كابتن حسام البدري، برضه ما عرفناش نكسبها. فكونك تكسب 2 وبعدين 1 وبعدين تكسب الجابون، خلاك بقيت اول، وابتدى الناس يشوف لعيبتك ويشوف حجمهم، لان برضو اللعيبه دي ما فيهاش الاسماء. يعني انت لو سالت حد ان لم يكن متخصصا اسماء المنتخب الاولمبي وتشكيلته، مش هيعرف يقول لك ال 11 اللي بيلعبوا، ومش هيعرف يقول لك البدلاء. واحيانا بتبقى ميزه، لان انت احيانا لما بتسلط الضوء قوي على فرقه وبترفع حجم التوقعات بيبقى نوع من العيب.
نتمنى ان احنا نكسب غينيا، ولو حصل وصلنا كاس العالم الدوره الاولمبيه، الدوره الاولمبيه، يبقى انت 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 عملت برضو انجاز كبير جدا، وديت قمله الحياه للرياضه وكره القدم المصريه، لان البعثه اللي فيها كره قدم بتبقى كبيره. حمزه علاء في المنتخب، القائمه المثاليه الافريقيه في البطوله، ومعاه ثلاثه كمان من مصر، ابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامه فيصل، يعني اربع مقاعد من في ال11 لاعب في تشكيله البطوله او الامثل في افريقيا، كانت الاربع مراكز للمنتخب المصري، وده يشي بانه عندك جيل ممكن يبقى كويس. وعلى فكره روي فيتوريا كان عنده ملاحظه انه الجيل ده اقل ناس بتلعب ماتشات بتاخد فرص للعب، قال لك الكره المصريه الاعمار الشابه ما بتاخدش فرص لعب كتيره، يعني من سن ال20 لل23 الانديه ما بتشركهمش كتير. بس يا استاذ ابراهيم روح للجيل اللي قبليه، هتجد كلهم كانوا اساسيين في فرقه، معظم هتجد اكرم وهتجد عمار وهتجد رمضان وهتجد مصطفى محمد، كله كان بيلعب. هي الموهبه بتفرض نفسها يا استاذ ابراهيم. يعني هو ابراهيم عادل بيلعب، ابراهيم عادل فرض نفسه بيلعب، حمزه فرض نفسه ليه بيلعب، مش اهو ده حارس مرمى، محمود صابر بيلعب وحسام عبد المجيد بيلعب. محمود صابر كان يستحق مساحه اكبر من كده، لان هو كان في النجوم كان كويس قوي. يعني هو طبعا وجوده في بيراميد في ناس واخده فرص عليه لانه في وسط لعيبه كبيره جدا يعني. لكن اعتقد ان هم لو قدروا يتاهلوا معظمهم هيرجع بقى يلعب. نتمنى. طيب الاهلي بيستعد النهارده التمرين قبل الاخير في القاهره لمباراه الاسماعيلي، هيتمرن النهارده وهيتمرن بكره ويسافر كمان ان شاء الله تعالى للاسكندريه للمبيت فيها استعدادا لمباراه الاسماعيلي يوم الاربع باذن الله تعالى، وهيفضل غالبا موجود في الاسماعيليه في الاسكندريه استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري اللي هتبقى يوم السبت ان شاء الله. ده جانب من التمرينه بتاعه النهارده اللي الحقيقه مستر كولر فضل انه الكل يتمرن دون راحه حتى للناس اللي شاركت في مباراه امبارح. عمرو السلية لاعب الوسط الدولي المصاب بدأ الجري حوالين الملعب، والدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال إن السلية بينفذ برنامج التأهيل بانتظام شديد سواء في الفقرات اللي بيأديها في الجيم أو في الملعب، وتمهيدا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية، ووصل الفريق تدريباته النهاردة. الحقيقة دي يمكن مستر كولر للعيبه، لانه كمان يا باشمهندس كولر امبارح بعد المباراه في المؤتمر الصحفي شدد على مساله ان اللعيبه محتاجه تستعيد التركيز، وان اللياقه الذهنيه في الفتره دي من الموسم مساله مهمه قوي. يا ما قلنا الكلام ده. قلنا الفكره مش ارهاق بدني وبس. انت تنوع المباريات والسفر الكتير وتتالي المباريات بيخلي غصب عنك انك انت تركيزك لا يمكن يبقى على نفس الوتيره. وهنا ده بيأيد الكلام اللي انا كنت بقوله في الانترو بقى، ان يا جماعه هيحصل هذا الكلام، لان ما حدش بيقدر يلعب كل ثلاث ايام ماتش، كل ثلاث ايام ماتش بالطريقه دي المستمره. فاقبلوا بعد هذا، والحمد لله ان مسيرتنا كانت ناجحه انها تخليك تستحمل ده. تقدر تتحمله، ربنا عدي ماتش الاسماعيلي على خير، وبإذن الله الـ يعني الأمور عندما تحسم الأهلي هيبقى عنده أريحية بقى يريح العناصر اللي هو عايز يريحها، يقدر يجرب، يقدر يشوف الناشئين، يقدر يغير في طرق اللعب بحيث أنه يعمل أدوار لبعض اللعيبة. النهاردة لعيبة يعني أنا بشوف أكرم ابتدى ينزل أهو الحمد لله، أكرم توفيق وكريم فؤاد وكريم بيوصلوا برنامج تهيئة لو لحقوا فترة الإعداد إن شاء الله. فترة الإعداد هيبقى حاجة جميلة. فعايزين يا جماعة نقف مع فرقتنا ونقف مع لاعبتنا، وسيبكم من كلام الاستعجال والهرتلة اللي كل ماتش يغير المزاج بتاعنا، وسيبكم من أي حد بيقول حاجة تاني. وعلى فكرة أنتم ما كنتوش هتبقوا زعلانين على الأهلي قوي إلا لو كان الأهلي ده حاجة بيقدم لكم حاجة حلوة قوي، فأنتم مش عايزين تشوفوه غير حاجة حلوة قوي، وكلنا نقول يا رب يظل الأهلي على هذا
النمط اللي بيسعد جماهيره يا رب. ده كلام مهم جدا، وزي ما اتعودتوا ضربة البداية. مقالي ومقاله لميس ونموذج الاجتزاء والافتراء. الحقيقة الجرائم المهنية كتيرة، لكن تبقى جريمة الاجتزاء واحدة من الجرائم الخطيرة جدا والمسيئة جدا، وفيها عمد، وفيها عمدية. العمدية اللي فيها بتبين النية والتربص. ملك وكتابة تقريبا يحسب له انه كان اول برنامج على الشاشات عامة يستحدث نمط الاستعانة بفيديوهات البرامج الأخرى في التدليل عليها والرد عليها، توثيق الأمور، وكان موثق جدا للمحتوى اللي بيقدمه من الحلقة الأولى، وكان ده النهج. بعد كده في برامج كتيرة على مختلف الشاشات وعلى مختلف الاتجاهات استخدمت نفس النهج، لكن الحقيقة أكتر حاجة بنحرص عليها وبيحرص عليها المهندس عدلي أكتر مني، إنه الفيديو اللي بنعرضه ما بيبقاش فيه أي اجتزاء، يعني بيكون الشخص اللي احنا بناخد الفيديو بتاعه هو ده رأيه، ما بناخدش جملة عرضية في الوسط ونعتبرها لا ننسبها إليه، لا ما بنقطمش الجملة عشان اخد اللي انا عايز اخده. هي دي أمانة العرض، بتبقى الأمانة المهنية في الاختيار الجزء الخاص برأيه الكاملا دون نقصان، هو ده رأيه الكامل. لكن الحقيقة في الفترة بتاعت أجازة العيد نموذج حقيقي بقى لمسألة الاجتزاء، ولما مسألة الاجتزاء تصل بيها الأيادي العابسة إن أنت تقريبا بتخلي واحدة من أهم مقدمي ومقدمات البرامج التلفزيونية الأستاذة لميس الحديدي تلبسها تلبيسة شرعية، تلبيسة تمس عقيدتها. تلبيس الحديدي. تلبيس الحديدي ده أدق حاجة، تلبيس الحديدي. ليه؟ لأنه ما نسب إليها مجتزئا يمس العقيدة إنها تتحدث عن فريضة من فرائض الله، شرعا الحج أحد أركان الإسلام الخمس. فلما يجتزئ الأمر إن أنت تقول روح قاطعين الجزء بتاعها، وتبان لميس الحديدي بتقول في التطور التكنولوجي ده ليه الحج ما يبقاش اونلاين؟ ليه الحج ما يبقاش بخاصية الزوم؟ فتبدأ المسألة كل الناس تتناقل هذا الفيديو خلال أجازة العيد، وتقريبا بيخرجوا الست من الملة. حاجة بقول لكم، حاجة تمس عقيدة الإنسان وإيمانه. بحثنا ورا المسألة، هل فعلا حد يعني يتجرأ على حدود الله وعلى فرائض الله سبحانه وتعالى انه يطور الحج بدل ما تروح تعمل الحج وتطوف بنفسك تنفيذا لمناسك الحج، ان انت تعمله وانت قاعد في البيت في اندونيسيا في ماليزيا في اي حته اونلاين وكانه ده مجتمع مؤتمر. اللي حصل اجتزاء فيه قدر عالي جدا من سوء النيه والعمدية. وهي تقريبا لميس الحديدي وهي بتسأل، كان معاها واحد ضيف من رجال الدين بتسأله، شوف هنسمعكم الكلام الكامل للميس الحديدي في الجزئية ديت وتقولوا رأيكم ايه، وشوفوا رأيكم في الاجتزاء والافتراء اللي حصل عليها. نشوف. كل الجيل الجديد بيفكر، ولا نستطيع أن يعني ربنا ادانا العقل وبالتالي لا علينا أن نعمل العقل. وكل حاجة لها تفسير، بس هو السؤال أن مثلا لو حد جاء سأل بابا ولا مامته هيقول له إيه ده، هو أنت بتناقش في كلام ربنا، اعمل حاجات زي ما ربنا قالها وخلاص. بس هنا هذا الرد ما بيعجبش الولاد. صحيح. ولازم عشان كده نسأل الحج، ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم بقى كده والحاجات دي، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة 7 مرات؟ وهذا ليس رأيي، أنا بسأل أسئلة عشان بس الناس تكتبش أصل الأنيس عايز الحج بالميتافيرس، لا، أنا بطرح أسئلة لبيان بعض التفسيرات المهمة للفلسفة نفسها. يعني هي قالت ده مش رأيي، أنا بسأل أسئلة الناس بتسألها، وهي لا تجرؤ إنها تقول رأيي، لأن جاء بقى عالم
يدلي بداله في هذا الامر. اذا اعتبر انها محتضنه راي وعايزه تروج له ما كانش موجود في السؤال كما فهمته طبعا وكما فهمته حضرتك. تمام. لكن اللي عايز يعني يتصيد هيقدر ياخد الجمله فعلا لوحدها. ليه ما يكونش كذا؟ قاطعين او قبل ما تقول وقاطعين قبل ما تنهي الكلام وبينوها ان هي بتقترح ده وهي بتقول له الشباب لما بيسالوا محتاجين نرد عليهم بالظبط. في هو دي النقطه. ايوه. هل من الحكمه ترك التساؤلات بدون اجابات ولا اذا كان هناك اجابات قاطعه عازمه تتقال عشان نلغي هذا النوع من الهراء؟ ايوه واخد بالك. يعني اعتقد انها قدمت خدمه انها يعني جابت شيخ جليل ورد من غير ما اسمع الرد. انا متوقعه يعني. يعني هذه المشقه اللي بتتكبدها في الحج هي مقصوده لتطهير النفس و و و و و والتاكيد على ان رغبتك في التمسك بدينك هي رغبه حقيقيه. مش قاعد قدام الموبايل يا تتفرج على فيلم يا تعمل يطوف مع الموبايل. ده كلام فارغ يعني. يا ريتك تقول لنا قال ايه. على فكره الشيخ الزميله المستضيفاه قال لها الرسول عليه السلام قال خذوا عني مناسككم. فزي ما حج الرسول عليه السلام وزي ما شرع مناسك الحج احنا بنأديها. وقعد يشرح كل ركن من اركان الحج ايه سببه وايه ظروفه. طبعا احنا مش في مجال عرض بقيه المحتوى والرد الديني، لكن المقصود هنا ايه؟ سؤال بينقل راي الناس الشباب الجديد اللي فاهم ان المساله كلها ممكن تبقى ديجيتال. فبتساله بالمناسبه الناس لما بتسال كذا ايه تفسيرك؟ وبتقول له ده مش رايي عشان الناس هتطلع تقول لميس قالت. رغم تحذيرها في السؤال وتوضيحها ان الناس هتجتزئ وهتقول، الا انه الحقيقه الاجتزاء تم. وتم الترويج للفيديو المبتور بجزء مستقطع منه يخليها متبنية هذا الرأي مش طارحة لهذا السؤال. على فكرة ده بيحصل في الكرة وفي الرياضة كتير جدا. وأعتقد ملك وكتابة من كتير من المواقف اللي بيتعرض فيها لمقص الاجتزاء المسيء جدا. إن حد مننا يقول حاجة فيبان لا الحق ده فلان قال كذا 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 ولا يتم قبله أو بعده. ما هو ده الموضوع اللي ما هوش أمانة. هو في نوع من التجرؤ على الحقيقة والظلم. الظلم البين لمنطق ناس تانية. أنت مش غرضة ده. أنت أحيانا بتسأل سؤال استنكاري أو سؤال عشان يتجاوب عليه ويقضع على أي شك يكون وارد في هذا السؤال. يعني لاستجلاء الحقيقة قد تسأل سؤال يثير الشكوك. مش معنى كده ان ده رأيك. ده انت عايز تخلص انت طارح سؤال. هذا النوع من المنطق عايز تلغيه. ايوه. اصحاب سوء النوايا اللي هم تجار الكراهية والتدليس وتغيير الواقع دول يعني حسابهم كبير عند ربنا. لأن الحقيقة إيذاء الناس في زمامهم، إيذائهم في أفكارهم، وهم قاعدين بتجيلها بقى مئات ربما الآلاف من اللعنات. طبعا أي حد لما يسبح حاجة مجتزأ وما ياخدش باله إن ده يتم اجتزاؤه أو قطعه من سياقه. يعني نتمنى نكون كلنا يعني على قدر من الإنسانية اللي بدأت تتآكل مع التقدم العلمي للأسف الشديد. معرفش البشرية رايحة على فين. وكان عناصر الفناء مولودة في بذر تصرفات البشر للأسف. دي كانت ضربة البداية المهمة. ويبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه. الجريمة أن يفوز الأهلي. بصوا حضراتكم اللي تابع بعض البرامج وبعض البرامج المعادية للأهلي تحديدا يعني، أو اللي متضايقة قوي من تصدر الأهلي للدوري والمنتمية لقطاعات أخرى، يفتكر أن الأول مرة الدوري المصري
تتأجل فيه مباريات، أو يفتكر إن الأول مرة الدوري المصري ينتهي في يوليو أو كذا، أو يفتكر إن الأول مرة الفريق اللي بيشارك خارجيا بتتأجل له مباريات للسنة الثانية على التوالي. للسنة الثانية رابطة الأندية المحترفة من أول ما اتعملت إدارة المسابقات فيها برئاسة الأستاذ عامر حسين حسما للجدل كله، قال لك إحنا المباريات اللي هتتلعب للأندية المشاركة خارجيا، الأهلي عنده ماتش في أفريقيا أو الزمالك أو فيوتشر أو بيراميدز، الأربعة اللي مثلوا الكرة المصرية السنة دي والسنة اللي فاتت في البطولتين، لو بتلعب مباراة خارجية عندك 4 أيام فاصلين، لو مباراة داخلية 3 أيام فاصلين. الأمر ده يا جماعة أعطي للأربعة. الأهلي ما تميزش بساعة زيادة. ولو هتشارك أو تأهلت بعد دور المجموعات الأدوار الإقصائية مفيش مباراة فاصلة هتلعبها محليا بين جولتي الذهاب والإياب، خاصة إن الاتحاد الأفريقي خلاها أسبوع واحد. الأمر ده أخدوا الأهلي وأخدوا بيراميدز اللي هو كمل معاه، وخدوا فيوتشر لغاية لما خرج. الزمالك ما أخدش الميزة دي لأنه خرج من دور المجموعات، ما كملش في الإقصائيات. طيب الكلام ده اتعمل السنة اللي فاتت واتعمل السنة دي. ليه السنة اللي فاتت كان مقبول والسنة دي وحش؟ عشان الجريمة السنة دي إن الأهلي أقرب للفوز بالدوري. الزمالك لما خد الدوري السنة اللي فاتت على نفس اللائحة كانت مقبولة وحلوة وزي السكر، والأهلي ما اعترضش. مؤجلات الأهلي السنة دي جت بسبب مشاركاته الخارجية. السنة اللي فاتت كانت نفس المشاركات الخارجية. عامر حسين هو نفسه عامر حسين، إدارة الرابطة هي نفسها إدارة الرابطة، ال18 نادي هم نفسهم ال18 نادي. اللي اتأجل للأهلي السنة دي اتأجل السنة اللي فاتت. الزمالك استفاد السنة اللي فاتت من مؤجلات الأهلي ليه؟ لأنه الأهلي وفقا للفكر التدريبي وقتها حافظ على أقل عدد من اللعيبة استخدمهم، مستر بيتسو موسيماني، فجي أدى المؤجلات بشكل مضغوط خسر نقاط، فاستفاد الزمالك فخد الدوري. السنة اللي قبلها نفس الحكاية، ولو تفتكروا الاعتراف الصريح جدا للكابتن ياسر حسين لبيب لما قال ان احنا خيرنا من اتحاد الكوره نلعب ماتشات اثناء مشاركات الاهلي الخارجيه ولا نتوقف. فانا سالت المدير الفني قال لك لا نلعب ونسيب الاهلي يلعب مؤجلاته بعد كده في وقت مضغوط نستفيد من اجهاده. وده اللي حصل. ده كان اللي حصل مع كارتيرون بشيء من الزق بقى بالظبط يخلص الليله. يعني اللي حصل مع الاهلي السنه دي هي نفس المؤجلات ونفس الجداول بتاعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. المرتين اللي فاتوا السنه اللي فاتت كان نفسه عامر حسين ونفس الرابطه ونفس الجدول ونفس القرارات ونفس اللائحه، فاز الزمالك فكان حلو قوي عنده كل الناس اللي عملت هاتي ديت. السنه دي لما فاز الاهلي او اقرب للفوز بقت هي دي الجريمه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنرجع مع حضراتكم عشان نشوف الجداول البينة الكاشفة والكاسفة. أهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكرة الناس اللي بتحاول تروج لحاجة هدفها فقط تشويه جدارة الأهلي بفوزه، إلى درجة إنه الرابطة بتجامل الأهلي، وقلت لكم عايز حد يطلع يقول هي فين مجاملة الأهلي؟ إذا كان فيه لائحة نصت على هذه التأجيلات، هل كان المطلوب من عامر حسين أو جمال علام أو أحمد دياب أو أي حد يخلي الأهلي وهو بيلعب 4 مباريات في كأس العالم للأندية يجي يلعب ماتش في الدوري ويسافر؟ فين؟ انت اجل لك عشان انت عندك ارتباطات خارجيه. الزمالك لغايه دلوقتي عدد ماتشاته في الدوري، بقيه الفرق عدد ماتشاتها في الدوري، الاهلي لغايه دلوقتي لاعب مع نهايه الدوري هيكون لاعب 59 مباراه، ولما تضيف له كاس مصر بتاع السنه دي هيبقى 64 مباراه.
لو اتنفذت بطولة الكاس الجديدة السنة دي بتاعت هذا الموسم هيبقى الأهلي لعب كام؟ 64 مباراة. أعلى نادي على مستوى العالم لعب مباريات السنة دي المان سيتي وريال مدريد، 61 مباراة و60 مباراة. يعني الأهلي هيكون عنده رقم قياسي فيما أداه من مباريات خلال هذا الموسم. عايز حد بس عنده بتعريف عقل وضمير يقول لنا هي فين مجاملة الأهلي؟ أنتوا متضايقين إن الأهلي كمل في أفريقيا، أنتوا متضايقين ولبستوا فانيلة الوداد ولبستوا فانيلة الترجي ولبستوا فانيلات كل الأندية، لكن الأهلي كمل وفاز. كون إن الأهلي فوز عايزه يأجل له، ما هو تأجل للأهلي بنفس اللائحة اللي كان ممكن يأجل بيها للزمالك وأجل بيها لبيراميدز وللجميع. هي فين مجاملة الأهلي؟ وإذا كانت نفس الإدارة بتاعت المسابقات والرابطة هي اللي أدارت المسابقة السنة اللي فاتت لما الزمالك خد الدوري، انتوا عارفين ان الزمالك لما خد بطولة الكونفدرالية اتأجل له 6 مباريات، 6 مباريات، لدرجة انه في مباراة مع الانتاج الحربي اتأجلت 3 مرات، ورئيس النادي وقتها مرة حلف طلاق بالتلاتة ما هيلعب وتنفذ يمين الطلاق بتاعه واتأجلت المباريات قسرا. الاهلي ما عملش كده، الاهلي التزم باللائحة اللي انتوا حطتوها، نفذ اللائحة اللي إدارة المسابقات عملها وبعتتها لكل الأندية قبل بداية الدوري، قبل بداية الموسم كل نادي عنده شروط المسابقة بنظام التأجيلات اللي فيها للمشاركات الخارجية. فين المجاملة؟ يقول لك لا أصل مرة شفت دوري امتد 10 شهور. تعرف إن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب من المطالب الفنية بتاعته لاتحاد الكورة إن مسابقات الناشئين لازم تستمر 10 شهور، وقال لهم العالم كله نظام الكرة فيه لاعب الكرة علشان يكون عنده القوة الاحتمالية الكاملة يلعب الدوري بتاعه 10 شهور، فزي ما بيلعب في المستوى الأول لازم يلعب في مستويات الناشئين عشان ياخد على كل هذه الأحمال. شوف أستاذ إبراهيم، ويريح شهرين في السنة. الفكرة كلها الفكرة كلها سيبك من منطقهم هم، أي حاجة هتتعمل هيعرضوها. لعبت الدوري 9 شهور هيعرضوا هذا الامر، 12 شهر هيعرضوا، لان هم قبل كده الدوري اتلعب 13 شهر بناء على طلبهم. واخد بالك؟ ايوه. فانت باستمرار هتجد ما لم يفوز المنافس يبقى في حاجه غلط. الجريمه ان الاهلي يفوز. في حاجه غلط بتخليه هو ما يكسبش. لانه هو الطبيعي انه عمال بيكسب طول عمره، بس في حاجه غلط في 42 دوري و كم و30 كاس وكم مش عارف و20 افريقيا، في حاجه غلط بس مش عنده. يعني الطبيعي انك انت لو الامور مشيت بالسيناريو اللي هو حاطه ما بيحط سيناريوهات كيف يفوز بالبطولات، احسبها كده عشان ابقى كذا، احسبها كده، اعمل كده عشان يبقى ده اللي كسبني، لما يكسب يبقى هو ده الصح وهو ده اقوى دوري، الكونفدرالية أقوى حق. أنت لو توقفنا أمام هذا المنطق مش هتخرج من الليلة دي. وأنا سبق وما زلت بقول يعني إحنا ننشغل بأنفسنا وننشغل بأهدافنا وننشغل بطموحنا، ودع الآخرين ينشغلوا بيك، لأنهم طالما إن هم مش مشغولين بأنفسهم إحنا مطمنين، إحنا كده كويسين. فليتحدثوا عن الأهلي كما يشاءون، لأن الموضوع بقى واضح، حتى واضح عند يعني انت حتى لما تقعد للاسف الشديد اصبح جزء من المثقفين من اصدقائنا بيتبنوا نفس الافكار. لا خلاص مريحهم ده. وبعدين لما تتكلم وتطمن عيط يضحكوا يقول لك ما هو انتوا ما احنا لازم نقاوح بحاجه. لا ما بيقولهالكش كده، اصل انت مش عارف ايه، ويضحك ما عارف. هو عارف انه يعني بس لا يستند بس مش عارف يخرج منها. اما فالحكمة انه يستند الى شيء غيبي، شيء غير واقعي، لاسباب عدم لحاقه بالاهلي. وعدم لحاقه بالاهلي دي مسألة انت بتشتغل وتساند فبتكسب احيانا ويفوز الاهلي غالبا، لانه هو محافظ على عناصر التفوق، وده اللي تملي اقوله لجماهيرنا بقى باختلاف ثقافاتها وتوجهاتها. حبوا الاهلي كما وجدتم، والله يا جماعه وده سبب تفوق الاهلي، ان ما فيش لعب كتير في
ثوابته وثقافته هي واحده، هي دي سبب فوزه. انتوا حبيتوه كده كما وجدتموه، اديني نظام وانا هشتغل عليه، حافظ عليه ونقله للي بعديك، مسؤوليتك تنقل هذه الثقافه للي بعديك. ونحن مع بعض بقى ونطلع، واحيانا ما يعجبناش اللي عجبه، مسموح، كل ده مسموح بيه. أيه. بس ما يعتبرش ان يعني ده تقصير، يعتبر ده كان المأمول عشان تكمل الفرحه والسعاده. فاستاذ ابراهيم، يعني الجريمه ان تفوز. صحيح. فيستند الى ايه يا جماعه؟ ما تشوف الدوريات العالميه عامله ازاي. طب هي الدوريات العالميه عامله ازاي؟ وانتوا بتبيعوا لنا حاجه محدش عارفها يعني؟ ولا ده كهنوت في الصدور محدش مطلع عليه؟ الدوري الانجليزي بالمناسبه، شوفوا الجدول اللي قدامكم، بدا في 5/8/2022 وخلص في 28/5/2023، يعني قعد 10 شهور. والدوري الاسباني من 12/8/22 خلص في 4/6/22، يعني قعد 10 شهور. والدوري الايطالي قعد 10 شهور، والدوري الالماني قعد 10 شهور. الدوري المغربي قعد 10 شهور ولسه خلصان الاسبوع اللي فات. الدوري الجزائري نفس الحكايه، بدا 26/8/22 15/7. على فكرة الدوري المغربي يمكن قعد 10 شهور و30 أسبوع، والتونسي رغم أنهم عاملينه على مرحلتين. ما هنا عايز أتوقف لحظة يا أستاذ إبراهيم مع الدوري المغربي. لأن أحيانا يقول لك ما أجلوش للوداد، لأن 30 أسبوع جدوله مرتاح عننا أربع أسابيع. أيوه. فعنده من الأوقات مش محتاج يأجل. وبدأ قبلك بشهر كمان. وبدأ قبلك بشهر. واخد بالك؟ الدوري التونسي 9 شهور بس مجموعتين. بالظبط. وده اللي احنا بنقوله. بالظبط. على فكره طول عمر الكوره فتره الراحه بتاعتها شهرين. شهرين. طول عمرها من ايام ما كانت 12 نادي. ما انا بقول لك ده في توريا اللي طلب ان ده يتعمل للناشئين كمان. طول الجزائري عمرها. 11 شهر و30 اسبوع، متبقي لسه منه 3 جولات. الدوري المصري 10 شهور و34 اسبوع، يعني هو من 34 اسبوع الدوري الجزائري المصري. وبيتلعب في 10 شهور، غيره بيتلعب في 11. انتوا عارفين ان الدوري المصري، بس عشان تشوفوا، لو الزمالك فاز بالدوري كل حاجه سليمه وعامر حسين كويس والرابطه منضبطه واحمد دياب صديق العزيز وكل الناس زي الفل، لو الزمالك فاز مع انه هي نفس اللائحه، بل انه الدوري السنه اللي فاتت في 2021/22 استمر 10 شهور وخمس ايام وكان فيها بطوله امم افريقيا كمان. برغم كل ده هفكركم بدوري، عشان بيقول لك الاهلي بيتاجل له والزمالك ما تاجلوش. عارفين الدوري في 2019 ادي ختامه اهو، قبل ختامه في 2019 وكان مأجل للزمالك عشان الكونفدراليه. الزمالك لعب 29 مباراه، الاهلي لعب 32 مباراه. ادي يا سيدي كان اربع مباريات متاجله للزمالك فرق عن الاهلي. الاهلي اشتكى ساعتها وقال الزمالك اتأجل له وانا ما اتأجليش، واتعملت جدول علشان الزمالك يتأجل له. عنده مشاركه خارجيه، هيعمل لكم ايه؟ وبعدين انت هتروح بعيد ليه؟ ما انت عندك لائحه. نفسي حد من اللي بيعترض لو خرجوا عن اللائحه يبقى ليهم حق في الكلام. بس بص، طب شوفوا اللائحه، هنشوف نص اللائحه اهو. في حاله وصول اي من الانديه المصريه المشاركه في الكونفدراليه ورابطه الابطال الافريقيه الى دور الثمانيه، سيتم تأجيل أي مباراة محلية تقام ما بين مباراتي الذهاب والإياب، وكذلك في مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي. إيه رأيكم؟ ده منصوص عليه نصاً للأدوار الإقصائية. يقول لك إشمعنى الوداد؟ يا عم الوداد، الوداد على فكرة في الأدوار الإقصائية لا الوداد ولا الرجاء لعبوا ماتشات، أنتوا بس اللي بتكذبوا. أنتوا اللي بتكذبوا على الناس بحاجات مش موجودة. ارجع لماتشات الرجاء وماتشات الوداد. في الادوار الاقصائيه هتلاقي ما لعبش ماتشات بين الذهاب والاياب. ادي لائحه اللي مشت على الكل. الانديه التي ترغب في المشاركه في البطولات العربيه والافريقيه وفي الجداول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التاجيل، بحيث تقام المباريات المحليه للنادي على رابع يوم في حاله اذا كانت المباراه الافريقيه او العربيه خارج البلاد، وتقام المباراه المحليه على ثالث يوم في حالة إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل البلاد. ماتش الأهلي والحرس، بقية الماتشات، كل الماتشات المحلية للأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز
خضعت للائحة. اللي عنده ساعة مجاملة واحدة للنادي الأهلي يطلع يقولها هي إمتى. لكن إن أنت تقعد تشكك في بطولات الأهلي. أصل الجدول بيتظبط للنادي الأهلي ومش فاهم يعني إيه بيتظبط. إيه اللي بيتظبط فيه؟ أنتوا بتعلنوا ال 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 ده أنتوا شككتوا في القرعة اللي بتتعمل رغم إن بيبقى مندوب من كل نادي هو اللي بيسحب القرعة. لكن هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لهم الجريمة إن الأهلي بيفوز. لو الأهلي ما بيفوزش يا أستاذ إبراهيم وبينطبق عليهم نفس الكلام هتسمعوا رأي تاني خالص. لا أحيانا أنت بتشوشر عشان ما تناقشش مشاكلك الحقيقية بس. آه. لأنك أنت بتناقش مشاكل الأهلي ليه؟ هو الانشغال بالأهلي دلوقتي ليه؟ طب أنت كنت منشغل والأهلي بيلعب على أمل إنه يخرج بتشجع الفريق المنافس. مفهومة يعني. مش مقبولة بس مفهومة. لكن دلوقتي خلاص البطولات الإفريقية خلصت. انت مشغول لسه بتداعيات فوز الاهلي عمال تهيل التراب على المسابقه كلها برغم عارف انه التاجيلات اكتر طرف انضر منها الاهلي. ما هو دلوقتي ما هو اكتر طرف انضر منها الاهلي. ليه؟ انا دلوقتي لو جيت تقول لي الاهلي بيلعب مثلا الماتش اللي فات ده كان في الاسبوع سي مثلا 21 او 26، انا لو رجعت للاسبوع 26 أو 21 أي رقم للأسبوع وبصيت على المنافسين هم لعبوا ماتشهم في الأسبوع ده بعد كام يوم هتلاقي أربع خمس ست أيام راحة. أنت لعبت تاني يوم العيد؟ أه أه وبعدين لعبت تاني إمتى؟ رابع أو خامس يوم. أه هي تلات أيام على طول. ما تالت يوم مش تلات أيام. تالت يومين والتالت تلعب. يومين والتالت اللي أنت بتلعب بالليل. ده تالت يوم. بالظبط. يعني طب حتى يتكلم اللعيبة أقول لها أنا لعبت إمبارح الحد. هريح النهارده وبكره والاربع الاسماعيلي. ايوه. اريح جمعه، اريح خميس وجمعه والعب السبت. طيب. يعني عايز اقول لك يعني اكن يعني تقلبوك على الاهلي انه بيلعب الجدول ده مضغوط يعني عايزين تقولوا ايه الرساله يعني. يعني الحقيقه مساله يا جماعه في منتهى الـ 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 الغرابه والعجب في ان انت تلاقي انا هقول لكم على ماتشات الاهلي في الشهر ده بس في يوليو. 5 يوليو الاهلي مع الاسماعيلي اللي هيلعب معاه اللي جاي ده على طول. انت في يوليو لعبت فيوتشر امبارح. 5 مع الاسماعيلي، 8 يوليو مع الاتحاد، 13 يوليو مع الزمالك، 16 يوليو مع المقاولين، 19 يوليو مع حرس الحدود، 23 يوليو مع بيراميدز، 26 يوليو مع المصري. ايه رايكم؟ يومين والتالت يومين والتالت بتلعب. يومين وبتلعب على طول. و30 مع في كاس مصر مع الداخليه. انتوا متخيلين؟ ما حدش انضر من الكلام ده الا الاهلي. لان الاهلي لو كان لعب زيكم في توقيتات طبيعيه حسب بقيه المسابقه في وقتها ما كانش هيبقى الحاله البدنيه للفريق بالشكل ده. لكن ماشي الاهلي زي ما بيدفع ثمن هو كان مضطر لده عشان عنده مشاركات خارجيه. يا ابراهيم ما كانش في مارينا ثمن الفوز بس صدقني ولا نقبل بس الكلام ده ثمن الفوز. أنا أقول لك ثمن الفوز. ثمن الفوز التقليل والتحقيق والكلام والبتاع ده، لا يا سيدي مستعدين ندفع ثمن الرغي وأكثر منه وتستمر الأمور على ما هي عليه بمكسبنا وبطموحنا وبأوضاعنا. لأن الأهلي هو ليه كبير ليه كبير قوي الناس كلها باصة عليه. وابتدوا بقى يصدروا من هنا النغمة دي بره، بيحاولوا يصدروها بره. بس للأسف الشديد أو لحسن الحظ ان ما زال الاعلام الخارجي لا اعلام ملوش دعوه باللي بيحصل واعي ملوش دعوه باللي بيحصل هنا. يعني هنا في نوع من الاعلام قلت لك اعلام الكوين حط له العمله يشتغل. في نوع كده من تيل من زمان انا بقول لك القصه دي تعبير دقيق على فكره. فده مش ما تعولش انك تتشتم منه او تتمدح منه ما تعولش عليه. لانه لا تحترم مدحه ولا يزعجك نقده. مرهون بظروفه الشخصيه. لكن الواقع سيب الواقع هو اللي يديك حقك. والواقع ده الاصابه بيجي لك من بره اكتر ما بيجي لك من هنا 100 مره. برضه للجمهور بتاعنا هو فكره ان انا اضطر العب مباراه كل 3 ايام. هل ده منطقي؟ لا مش منطقي. هل ده شيء طبيعي؟ لا مش طبيعي. لكنه هو ضريبة المشاركة الخارجية. ما هو انت لو انت مديت
لو هنلعب مثلا مش كل 3 ايام، لو خليناها كل 6 ايام، كل 5 ايام، معناها ان احنا هنروح نخلص الدوري في اخر اغسطس. اللي زعلانين ان الدوري السنه دي هيخلص بتوع الزمالك اللي يقول لك ازاي الدوري يخلص 25/7؟ يا اخي انت السنه اللي فاتت خلصته 30/8. 30/8 بس هو كان كسبان، بس كنت كسبان فكان حلو قوي. جمهور الاهلي اللي شايف ان الوضع المضغوط ده مزعج، هو مزعج بس هو اضطراري، محدش فيده حاجه فيه. هو العبره يا استاذ ابراهيم لانك كنت بتشارك. لا العبره صدقني خليني اتكلم كوره. يعني سيبك بقى من اللي بيقوله بيعيد، ما يعني تضيع وقت. لو هيقتنع ويذكر الحقيقه ولا انت مضار من موقفه يعني. انما خلينا نتكلم، هو العبره مش هيخلص امتى؟ العبره بالفترات البينيه مش الدوري، النشاط الكروي، لان الدوري ده هو النشاط الرئيسي. في نشاط جنبه دولي ونشاط اولمبي ونشاط افريقي. بعد كده بيبقى متداخل مع الموسم الجديد، هو ده العبء. العبء في الحته دي ان انت بعد الكلام ده كله والدوري مضغوط انت ما بتاخدش فترات الراحه، فلعبتك استوت. استوت بالمعنى الحرفي يعني. وارجع تاني من ايام مالو جيسي قال ستدفع الكره المصريه ثمن هذا. طيب يعني هي المشكله هنا ان اللعيب اللي انت عمال تنتقده قوي ده مش شايفه في المطحنه دي بقاله قد ايه. عشان كده لازم نشوف بقى قيمه الفكر الاداري لما حد يكون فاهم المساله. الناس اللي انزعجت الموسم اللي فات لما الاهلي خلاص تاكد انه بعيد عن المنافسه على بطوله الدوري ام رايح اللعيبه الاساسيه، دي الواقعيه بقى. هنا ده القرار الاداري اللي ناس فاهمه كوره واللي باصص على نفسك. هو انت وقتها ما كنتش بتظلم؟ كنت بتظلم تحكيميا واداريا وكله. لكن خلاص هو ده الواقع، استفيد منه بقى. انقذ الجديد، انقذ الجديد. شوفوا بقى، علشان الناس اللي عايزه تتكلم في الاداره، اداره الكوره، قرار السنه اللي فاتت من النادي الاهلي ان يدي اجازه للعيبه ويريحهم كان قرار للكابتن الخطيب كمشرف على الكوره من قبل مجلس الاداره. الناس اندهشت، بس كان قرار باصص للموسم ده. النتيجه الحاله البدنيه اللي كان عليها فريق الاهلي السنه دي اثناء الموسم مع واحد زي مارسيل كولر مؤمن كويس قوي بفكره تجديد. بس خلي بالك وضعه اللي يمكن يستمر على نفس المستوى. القرار الثاني البدني ده، القرار الثاني في نفس الاتجاه وبنفس الفكر الاداري. الاهلي جات له دعوه للمشاركه في البطوله العربيه، بطوله ربما يكون جوائزها هي الاغلب في كل البطولات المتاحه، بس ميعادها يلضم الموسم ده في الموسم اللي جاي. واقعيه، بالواقعيه المهندس عادل بيشير اليها، الاهلي اعتذر عن عدم المشاركه في هذه البطوله على اهميه جوائزها وقيمتها واهميه تواجد الاهلي في المحفل العربي وايمان الاهلي بدوره العربي. كل ده مسائل مفهومه وموجوده، لكن الفكر الاداري لناس فاهمه كوره شايفه انه السنه الجايه عشان انقذ الفريق، لانه هيدخل في اكتوبر على دور السوبر الافريقي بالقوه بتاعته الكبيره، هدخلها بحاله بدنيه معقوله. فكان الاعتذار عن البطوله العربيه، الناس برضو اللي انتقدت واتضايقت مش واخده بالها للاهلي بيبص لقدام وبيرتب اوراقه بشكل استراتيجي شويه. عشان كده كان هذا الاعتذار، والاعتذار على الرابطه، على البطوله العربيه، واعتذرت عن الرابطه عشان واقعيه التخفف شويه من عدد الماتشات اللي انت ملزم بادائها، لدرجه انه خلتك اكبر اكتر فريق في العالم شارك في مباريات السنه دي. اضيفت اليك، ودي على فكره الناس لازم تاخد بالها منه، ارتباك الجدول السنه دي مش على ايد حد، لانه اذ فجاه اثناء الموسم بعد ما الجداول اتحطت، المغرب او الفيفا قرر اسناد بطوله كاس العالم للانديه للمغرب. الاهلي ما كانش بطل، ما كانش معمول حسابه في الجدول انه يشارك في كاس العالم للانديه زي كل سنه. فاضيف الاهلي لكاس العالم للانديه وربنا سهل انه لعب 4 ماتشات، فاضاف لك عدد كتير على مؤجلات الاهلي. الدوري توقف في ال10 ايام او الاسبوع بتاع مؤتمر المناخ اللي استضافته القاهره، فبالتالي تم تأجيل عدد مباراتين أو أسبوعين أو 3 أسابيع من الدوري.
كل دي كانت تأجيلات خارجة عن الإرادة، لكن النتيجة بتاعتها إيه؟ إن الأهلي أكتر الفرق تضررا من هذه التأجيلات، لأن أنا زي ما قلت لكم هو ما كانش في مارينا، كان بيلعب مباريات في بطولات أقوى. الناس مش واخدة بالها إنه هذا الفريق اللي المهندس عادل بيشير إلى إجهاده آخر 7 سنين لعب 6 فاينلز. عارفين يعني إيه تلعب 6 نهائيات في آخر 7 سنين؟ يعني مكمل للآخر، يعني بتكمل لضم الموسمين للسنة السابعة على التوالي، منهم 4 سنين دلوقتي أنت في فاينل، واخد 3 بطولات في الأربعة. الإنجازات الكبيرة قوي ديت والأرقام القياسية العالمية ما بيعملهاش إلا الأهلي، لأنه السنة دي بيلعب 2 سوبر، بيلعب سوبر أفريقي، بيلعب كأس العالم للأندية، بيلعب بطولة أفريقيا للنهاية، ثم اللعيبة بتلعب البطولات. ولو أضفت للاعيبة الأهلي الأساسيين الدوليين عدد المباريات اللي بيأدوها مع المنتخبات، لا هتلاقي الرقم بتاع كل لاعب، الرقم الشخصي، يعدي أرقام لعيبة كتيرة في العالم. عشان كده مستر مارسيل كولر أعتقد الراجل أرقامه تتحدث عن نفسها. الواقعية اللي المهندس عدلي بيأكد عليها تخليك تبص بعين الاحترام لأرقام مارسيل كولر. امبارح كانت المباراة الكام؟ 51 له مع الأهلي، اللي الناس انزعجت فجأة إن الأهلي تعادل. دي المباراة 51، فاز في 38، اتعادل 9 مرات، خسر 4 مرات. ياه، الأهلي خسر 4 مرات؟ آه، بس خسر من مين؟ الأهلي مثلا يخسر من ريال مدريد وفلامينجو في كأس العالم للأندية، يخسر من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، أو يخسر مباراة من الهلال السوداني. ال4 مباريات اللي أنت بتخسرهم، شوف انت الخساره الافريقيه ما تعتبرهاش خساره استاذ ابراهيم، لانك انت اللي كملت. عايز اقول ملاحظه، اه، ال4 ماتشات اللي انت خسرتهم ليهم علاقه بالبطوله اللي فوجئت انك هتلعبها، اه، كاس العالم. فانت رايح في بطوله ما انتش جاهز لها قوي، فانت رحت، اه، وكويس انك خدت المركز الرابع. ايوه، لان انت لعبت برضو اكتر من كل الفرق مباراه زياده. ايوه، انت لعبت في الدور التمهيدي بالظبط وكملت. ايوه، فانت راجع مرهق جدا. لعبت 4 ماتشات، اول ماتش بعد 3 ايام كان بره ارضك مع الهلال السوداني، خسرته. اول ماتش بره ارضك تاني مع صن داونز، خسرته الخساره اللي انا بعتبرها هي دي بقعه الحبر اللي في مشوارك الكروي السنه دي، ولكنها كانت البقعه اللي ادتك فرصه. لا ده انا عايز بقى ايه، هنطلق وهنضف. ايوه، هبدي على نضيف، وكانت نقطه انطلاقه مرعبه. والحمد لله لحد دلوقتي الاهلي ما خسرش من بعديها. فانت اتعادلت، خسرت ماتشين في 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 كاس العالم للانديه، خسرت ماتشين في دوري المجموعات، اتعادلت ماتشين في دوري المجموعات. وانت اتعادلت 4 ماتشات في الدوري المصري، منهم بتاع امبارح. ايوه، اعتقد مفيش فريق في العالم يعني واحد. طب انا اقول لك حاجه، انت بتقول مان سيتي وانت لاعب اكتر منه. ايوه، والموسم ريال، وريال مدريد. خلينا في اوروبا. الدوري الاوروبي اللي بيقول ما انت بتلعب زيك زيه، لا، دول ده يقدروا يسافروا بالقطر المسافات دي، ده مفيش تاشيره بينهم، مفيش حدود. اوروبا اوضه وصاله، دي حاجه، ده هي اهم حاجه. لان انت لما بتيجي تسافر بقى افريقيا بتسافر في طقوس مختلفه، وبتلعب طيران ومسافات، وتلعب توقيتات مختلفه، مره الضهر مره بالليل، بتلعب على اهداف مختلفه وفي صعوبات مختلفه، ملاعب مختلفه، في صعوبات. لا ما تقوليش انا لو انا بلعب في المحيط العربي والخليجي كل ماتشاتي اسافر وارجع، مش هأرهق. الإرهاق ده هأرهق، بوصل لأدنى الجنوب، بس مش الإرهاق ده. فأنا لما رحت صن داونز بعد المقاولين العرب، مبلية ب3 أيام، أنا سافرت حوالي 10 ساعات، ولعبت في وارجع 10 ساعات، وبعد يومين ألعب، ولعبت العصر أو الظهر. كل ده ظروف كلها مش لما يجي مستر كولر يقول لك الإرهاق الذهني، أنا ده اللي بيخوفني جنب الإرهاق البدني.
التدوير يحل لك جزء من مشكلة الإرهاق البدني، لكن التنوع والخروج من الهدف ده للهدف ده من الهدف ده للهدف ده، والضغط الضغط الضغط الضغط، انت مضغوط تكسب كويس، مضغوط تكسب وحش، مضغوط ما تكسبش، مضغوط تتعادل، مضغوط طبعا تخسر، مصيبة. فانت انت انت بتدفع ثمن انك اهلاوي وبتشجع نادي زي النادي الاهلي، لانه بقدر ما يسعدك بقدر ما بيعلي احلامنا وبيخلينا نحلق بشكل مختلف عن اي حد تاني. تمام. كولر الحقيقه بعد هذه المسيره الرائعه جدا لعدد المباريات، انا فاكر انه من اسبوعين ثلاثه سئل حد من الصحفيين بيسالوا في المؤتمر الصحفي انت يتعمل لك تمثال، فضحك وقال بس مع اول هزيمه هتهاجموني. طبعا هو ادرك واقعيه، ادرك ثقافه جمهور الاهلي انه في عز فرحته لا مش هيقبل الا المكسب. برضه كلمه جمهور الاهلي يا استاذ ابراهيم واسعه، من عم يمشي في ناس تانية بصه وفاهمه. هو في قطاع من الجمهور وده طبيعي جدا، احنا بنتكلم هو جمهور الاهلي ده اكبر شريحه من الشعب المصري. ايوه. اذا في تنوع بالظبط ثقافي عمري وفي المود وفي الاعمار واللي بيسعد ده بيسعدك غير اللي بيسعدني. هتجد المواقف مش واحده. ايوه. بيجمعنا حاجه واحده بس، ان احنا كلنا بنحب النادي الاهلي، كل واحد بطريقته. كل واحد بطريقته. طيب كولر طريقته ايه بقى؟ بعد المؤتمر الصحفي او بعد مباراه امبارح في المؤتمر الصحفي اتكلم نسمعه. اتكلم في موضوع مختلف شويه، موضوع اتكلمت فيه اول ما مسكت النادي الاهلي، ورسالتي للقائمين على الكره في مصر، هل انتوا عايزين الكره في مصر تمشي بالطريقه دي؟ يعني هل طبيعي ان احنا كل ماتش بنلعبه دلوقتي ناس بتترمي على الارض، تضييع وقت بشكل اصبح فج ومش حلو؟ ان دي مش كوره، يعني المفروض الفير بلاي والكوره ان احنا نلعب كوره نأدي كوره، لكن بقى كل الموضوع بقى مكرر وبقى سخيف، ان احنا كل شويه الحارس الحراس بتقع على الارض، تقعد تضيع اوقات، النقاله بتنزل، لعيب يقوم بعدها على طول ولا اكن في اي حاجه. فانا ما اعرفش هل المدربين هي اللي بتدي التعليمات دي للاعبتها، هل هم مهتمين ان الكوره تبقى احسن ولا لا؟ على فكره ممكن الواحد بالكوره بالاداء والكوره يضيع وقت عادي، تنقل كوره بتضيع كوره باللعب مش بالطرق دي، الطرق دي ما بقتش كويسه. وبرده رسالتي تاني ان للقائمين على الكوره في مصر، هل انتوا عايزين ده يستمر كده؟ لازم يكون في رد فعل قوي وواضح وصريح ضد هذه الافعال. uns zu finden. Zweite Halbzeit war dann besser. Wir haben dominiert, wir haben versucht, das Tor zu erzielen. Wir hatten Möglichkeiten, erste und zweite Halbzeit. Aber leider war heute das Tor zu. Und das ist natürlich auch gut möglich, dass man die Spieler alle zwei Tage ein Spiel haben. Dann ist es schwierig, dass man jeden Tag frisch ist im Kopf. Dass dann natürlich eben auch Chancen vergeben werden können und dann durch das nur ein 0:0 ausgegangen. الشوط الاولاني احنا كان عندنا بعض المشاكل في الشوط الاول، خدنا وقت عقبال ما دخلنا في المباراه. الشوط الثاني كنا احسن كتير، سيطرنا على المباراه في الشوط الثاني، خلقنا فرص كتير جدا في الشوطين اصلا. لكن لما تلعب كل يومين ماتش بيبقى اللعيبه مش دايما صافي ذهنيا، ما بيبقاش فريش في ذهنيا ان هو يقدر يتعامل مع الكرات دي بهدوء او بالتركيز المطلوب عشان يقدر يحرز اهداف. الجون كان مقفول النهارده، حاولنا نخلق فرص كتير، ضيعنا كور كتير، لكن دي الكوره بيبقى في ايام ما بتقدرش تجيب فيها اهداف رغم ان انت تكون مسيطر وبتضيع، لكن هي دي الكوره يعني. Wir wissen ja, dass das 3-0 unser Wunschergebnis ist, aber dass es natürlich immer noch einen Gegner hat, der auch was einzuwenden hat und der stark verteidigt, macht das natürlich schwierig. Und wir hatten heute Möglichkeiten, aber wir hätten ein Tor schießen müssen, dann hätte es vielleicht noch ein zweites geben können. Aber das war heute nicht der Fall und das muss man auch als Trainer natürlich akzeptieren. احنا نتيجتنا المفضله المحببه دايما 3-0 زي ما احنا عارفين، لكن انت بتلعب برضو مش لوحدك، بيبقى في فرق قدامك بتأدي. احنا كنا النهارده بنلعب فريق منظم دفاعيا قوي دفاعيا، ورغم كده خلقنا فرص كتير جدا، كان لازم نجيب واحده منهم على الاقل، واعتقد لو كنا جبنا جون منهم بالذات في الشوط الثاني كنا هنجيب الثاني اكيد، وكان النتيجه
تتغير تماما والكلام هيتغير خالص. لكن انا كمدرب لازم اتقبل ده جزء من كره القدم يعني. شوف يتسم كولر بالواقعيه، دي نقطه مهمه جدا. لما قال هو احنا عايزين الكره المصريه تظل على هذا النهج، لم يكن يتحدث عن مباراه فيوتشر تحديدا، ولكن هو لاحظ كده ان ده نهج بيشيد به بعض استوديوهات التحليل لما فريق يستطيع ان يصل الى نتيجه يعني سلبيه مع فريق كبير فيقول لك استطاع ان يصل كده. قال لك فكره يا استاذ ابراهيم، انت لما بتيجي حتى في الالعاب في البولي ولا الباسكت انا بقول، ما تلاقي فرقه ماشيه يروح عامل تايم اوت، ليه بيطلبه الوقت الاضافي ده؟ يهمد الريتم، يغير ايقاع وتفكير الفريق اللي ماشي. فانت احيانا سواء كانت صفاره حكم او كانت استغراق علاج لاعب او كان نزول يعني امبارح كان في انفعال لان الجهاز الاسعاف نازل بيتمشى وجاي من اخر الدنيا والحكم ما خرجش اللعيب بره عشان الاسعاف يقابله بره، ما كل دي ظواهر. هو مش معناه ان في اتهام ان لازم ان انا بتهم المدرب اللي قدامي بيعمل كده، لكن دي بقت ثقافه في التون بتاعك يعلى وسيطرتك تعلى والريتم يعلى معاك. اسهل حاجه بقى ايه؟ ضيع بيها واحده لهاني سليمان. يعني فده طبعا اي انسان واقعي بيتفرج على الكوره المصريه اللي كان بيستنكر على الكوره في شمال افريقيا انها بتعمل كده بقينا زيهم بنعمل كده واكتر ساعات. ايوه وانتقلت العدوى الينا. أيوة. ودي بتقتل ايقاع الكوره. احيانا صفاره الحكم بيقتل ايقاع الكوره. هو عين كل القوانين اتصلحت يا استاذ ابراهيم عشان الدنيا تمشي. ده يا جماعه مشاركتنا في كاس العالم 90 الفريق المصري اكبر اتحاد الدولي على تغيير القانون. ماتشنا مع ايرلندا ترجع الكره للجون يمسكها، ده انت كنت محتاج تكسب عشان لو كنت كسبت الماتش ده انت اللي هتخش. ايوه انت اللي هتخش مع انجلترا. الراجل مدرب ايرلندا قال للكابتن جرى الله يرحمه هاجمني هات جول. الراجل كان بيتهته هات جول جاكي شارلتون بيلعبوا لي كوره دول كله بيلعب لورا. فاتغير القانون من مش ما تقدرش ترجع الكره للجون والجون يمسكها برجلك. ايوه عشان احنا كان في تعليمات لا تتجاوز خط النص. امال يبقى انت كده كنت مستني توصل ازاي؟ مش عايز توصل، عايز تخرج بنتيجه ويبتدي تشيد بالنتيجه مش بالاداء. فالاشاده من منظور النتيجه انا مش عاجبني. لازم انا اخليها للفرق اللي مستحيل انها تنافس. ممكن اشيد بقى بالتنظيم الدفاعي، لكن لما فرق كلها تبقى تحت الكوره ومتكدسه ورغم كده تضيع 6 فرص مؤكده زي ما انت بتقول 28 محاوله على الجون، طيب منهم 6 فرص مؤكده ومتنوعه ومن لعيبه مختلفه. فهضطر الراجل بقى الواقعيه الاكتر قال لك انا كمدرب لازم اعي ايه اللي بيحصل. انا عندي ارهاق ذهني للعيبه واحنا كنا في اليوم ده اللعيب مش عايز يفكر صح. يعني ايه؟ انت ممكن تباصي لزميلك اللي جنبك يحط الكره الجول فاضي تروح شايط من زاويه مستحيله. ما ده تفكير غلط. فانت الارهاق الذهني. الواقعيه الاكتر قال لك لو سجلنا جون كان الكلام هيتغير، لكن احنا ما سجلناش. ولكن بقول ان ده بيحصل في كره القدم وانا كمدرب عارف كده ويحدث مثل هذا الامر. هنا الواقعيه. علينا ان نقبل احيانا بامور مش حابينها، لكن هي كده بتحصل. مش لازم بالضروره يعني ان يبقى في تقصير عشان نبتدي نتكلم والتغيير لان انت لعبت تشكيلك الاساسي معظمه 80% منه او 90% وتغييراتك هي واللي اشدت بيه قبل كده هو اللي لومته النهارده لعدم التوفيق او لعدم الصفاء الذهني والفريق ما كانش في يومه وتألق مقابل جنش احسن مباراه يلعبها السنه دي. ما هو مان اوف ذا ماتش الطبيعي انه ياخد مان اوف ذا ماتش. وفرقه على انك انت وفرقه قررت ان مصلحتها ان ما كسبتش يبقى ما خسرش. هي بتشتغل لمصلحتها. يعني وكابتن علي ماهر عايز يعمل ماتش انه ما يخسرش عشان ما يفقدش بسرعه
المركز الثالث ويشتغل على كده. طيب الدور بقى المطلوب من الحكام في الماتشات اللي جايه زي ما كولر قال للحفاظ على وقت المباراه وايقاعه. هم بالاول ما ترجعليش كوره عشان لقيت الكوره ماشيها، انما ترجعني وانا قربت من الجون هناك عشان ترجعني العب كوره فاول انت مصفر عليها. يعني هو نفسه كحكم كمان، هو نفسه حكم صفرته لازم تبقى بتساعد. يا استاذ ابراهيم، هو لما القانون اتعدل وقال لك ادي الحكم 3 ثواني اذا الفريق في الادفانتج او تحت الفرص ما استفادش من الكوره رجعه ياخد حقه. ليه؟ عشان لو استفاد منها كمل، مش تعاقبني. ما تعاقبهوش، مش تعاقبني. وبعدين مساله ان الكوره تتلعب من مكانها، من محيطها متر كده متر كده، ما الدنيا ما طرتش. ادي فرصه. ده انا شفت حكم مش الماتش ده اللي قبليه، الكره اتلعبت اوت رجعها عشان كان عايز يكلم حد او يزعل حد. لا مش كده يعني. طيب شفنا راي مستر كولر، هل الفريق ما كانش في يومه؟ هل كان في سوء بخت؟ بالمناسبه في ناس كتيره بتقول لك سوء توفيق. مفيش سوء توفيق وحسن توفيق، في توفيق موجود يا مش موجود، يعني غاب التوفيق او صادفه التوفيق، عدم التوفيق او عدم التوفيق، لكن ما يتقالش سوء توفيق. مفيش سوء توفيق، هو سوء حظ. انا بس الناس ضربت ده فتسمع كتير. يبقى عدم توفيق او سوء حظ. انت موفق او غير موفق، معاك التوفيق كان محالفك او كان في عدم توفيق. انما التوفيق سيء ما تديش. انما ازاي سيء توفيق؟ يقول لك كان في توفيق سيء او ليك ساعات انت افشات كده. لا بسمعها كتير، يقول لك في سوء توفيق المرة دي. زي ثبات زي الثبات الانفعالي. ده ثبات وده انفعالي. الضرب في المتحرك. الكابتن او الصقر احمد حسن، نشوف هل قال سوء بخت ولا سوء توفيق؟ نشوف. زالت الفرص الضائعة ومسلسل الفرص الضائعة متواجد في هجوم النادي الاهلي. لا هي مش لازالت، لان النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت كلها احرز اهداف وكان بيحقق نتائج طيبة وكان بيحقق اهداف كتير. هو جزء مهم، وكلمة طبعا أنا بتفق تماما مع الكابتن عمر إن سوء التوفيق، لأن أوقات بيلازمك سوء بخت. النهارده كهربا ضيع وحسين الشحات ضيع وبيستاو ضيع والنادي الأهلي كان ليه هدف ما اتحسبش. ممكن تكون الكرة فيها تسلل، إنما خلينا نقول هو سوء البخت النهارده، لأن لما تيجي تبص على معدلات تهديف النادي الأهلي في الفترات الماضية لا معدلات جيدة. إهدار فواس مش كتير، انما ان انت لما بتروح كتير وتطلع انك انت جايب 3 اهداف في مباراه او 4 اهداف، ده في حد ذاته شيء كويس. حتى يعني مثلا المباراه الماضيه البنك الاهلي، النادي الاهلي كان ممكن انهى اللقاء ده 7-8 بس جاب 3 اهداف، فوصل للحاجتين اللي هو عايزهم. وصل ان هو جاب معدل تهديفي جيد مش وحش، ان اجيب 3 اهداف في لقاء وفي نفس الوقت كمان ان انا بروح واضيع، فده في حد ذاته شيء جيد. انما النهارده حاجتين مهمين، الحاجه الاولانيه ان سوء بخت بالنسبه لبعض لاعبي النادي الاهلي وتالق من جنش. فالنادي الاهلي النهارده ادى مباراه جيده، ما نقدرش نقول اكتر من كده، ادى مباراه جيده كانت تكلل بشكل افضل طبعا لو هو احرز اهداف، انما حاول بكل الطرق. يعني النادي الاهلي اشتغل اختراقات من العمق، اشتغل الاطراف، اشتغلت كرات، يعني حتى تصويب النهارده حصل. فانا اعتقد ان النادي الاهلي ادى مباراه جيده، ولكن انا بس يعني في عندي مشكله مع ضغط المباريات اللي موجود بالنسبه للنادي الاهلي. بتلعب كل 3 ايام، انما هو في الاول وفي الاخر بيبقى سوء بخت موجود. طيب ارهاق، عدم صفاء ذهني، سوء بخت، وانا موافق على الكلام ده، لان المباراه لما تتفرج عليها بقى وانت هادي، يعني انت لو كان المباراه دي خلصت 1-0 او جت بعد ما حسم الدوري كان الناس هتنبسط من الاداء، لانها لم تكن سيئه المستوى، وده اللي يخليك ما تزعلش شويه. انا بخاف عندما تكون فعلت كل طاقتك وشكلك وحش، او مش ما عملتش فرص، او ما اديتش اللي عليك، مش قادر، انت مش قادر. لما توصل لكلمه انا مش قادر، ده عجز، ده بيخوفني. لكن انا عملت واجتهدت ولم يصادفني التوفيق، نتيجه سبب معين باذن الله تتعوض، باذن الله تتعوض.
وخليكم بس ورا فرقتكم، ما تفقدوش اي ذره حماس او شك او مسانده. مسانده ده المطلوب دلوقتي. الكابتن محمد فضل اتسال سؤال انا شايف انه ناس كتيره هتبدا تطرحه. أيوة. في الماتشات دي مع كل نسمعه ونشوف. ابرز هل غياب حمدي فتحي اثر على خط وسط فريق النادي الاهلي، وهل قندوس يقدر يستطيع او يعوض خاصه ان هناك علامات استفهام؟ اول حاجه حمدي فتحي لعيب كبير ولعيب كويس قوي، بس هل اثر؟ لا، هي مالهاش علاقه. ما هو حمدي فتحي لعيب كويس، السوليه لعيب كويس، وقفش لعيب كويس، بس زي ما احنا قلنا قبل المباراه ان انت الروتيشن اللي بيتعمل في اللعيبه كلها بتاسسيه تعمل. فلو الاهلي النهارده كان كسب مثلا، بتتكلم هدفين، احرز هدفين او حاجه، ما حدش كان هيقول الكلام ده كله. ففي بيرسي تاو كان كويس قوي، عنده حلول فرديه، حلول هجوميه، بيروح. النهارده محمد هاني وقف احمد رفعت، انت ما حسيتش باحمد رفعت. انا شايف ان النادي الاهلي النهارده بتلعب فريق كويس فيوتشر، عكس ما احنا كنا متوقعين بالتشكيل. وشايف ان هي مباراه كولر على الاقل اخذ اللي هو عاوزه. نفس الكلام قال لك في عدم توفيق، و و و يعني السؤال مفخخ اللي هنبتدي نسمعه في اي لحظه مع غياب اي لاعب، ان هل غياب فلان عمل كده؟ ما انت تعادلت في وجود فلان قبل كده. لا، او كسبت بعدم وجود. الكلام ده لو كان اتاثر خط الظهر وانت مثلا تعرضت لهجمات خطر، ده بالعكس من الماتشات القليله. فكره انا سمعت كذا حد حتى في الاذاعه طرح سؤال حمدي فتحي وتأثيره، وزي ما المهندس عادل بيقول لك ده هيبقى السؤال المعلب اللي موجود للمباريات اللي جاية. ولو أي لعيب تاني طلع هيتقال نفس الكلام، بس هو عشان حمدي دلوقتي خرج يعني سافر، فبالتالي مش موجود في التيم. فكل مباراة يعني تامر بيسأل برضو محمد فضل، فمحمد فضل قال له يعني حمدي فتحي لعيب كويس، بس ما فين التأثير لغيابه؟ ما هو حمدي فتحي ده لاعب وسط مدافع، التناسق الدفاعي بتاع نص الملعب كويس، ما تقالش ان الاهلي اهتز وجات عليه فرص واتسجلت فيه اهداف وعالي وواجه مشاكل دفاعيه كتيره، ده ما حصلش. بالعكس انت رايح كتير، خلقت مواقف. على فكره المواقف الهجوميه اللي انت خلقتها امبارح اكتر بكتير من مباراه البنك الاهلي اللي انت فزت بيها 3. لا الماتش ده احلى. من الناحيه الهجوميه انت خلقت فرص اعلى وسيطرتك الهجوميه افضل، لكن ما سجلتش. ومستر كولر الراجل كان على درجه عاليه من الصراحه والوضوح، وقال لك عندنا مشكله في الحته الذهنيه. الحته الذهنيه قصد بيها حته التركيز في الفينشنج بتاع الهجمات، في انهاء الهجمه. وقال ان انا هشتغل على كده، انه ازاي يقدر يفوق الناس من الناحيه الذهنيه، الناس ترجع تستعيد التركيز العالي بتاعها. مباراه البنك اللي فرق فيها ان انت سجلت في الدقيقه 18، التسجيل المبكر بتاعك ريحك واداك ثقه وخلاك دخلت الماتش بشكل مستريح. الدقيقه 30 كمان عبد القادر كان موفق في الهدف الثاني. ما انت لما تفكر والكره تطوعك وتروح في الحته اللي انت عايزها، هو ده التوفيق والصفاء الذهني. لان كره عبد القادر تحديدا وكره المعلول لو لم تكن تركيزك عالي قوي الدقه دي ما كانتش هتيجي. انك تبص ببطن رجلك من بره زي عبد القادر، أو إنك تلفها بطريقة علي معلول بالطريقة دي، ده فيها دقة. أو حتى كهربا لما طالت منه كورة لعب على ما شاطش، لعب على عكس حركة جسم الحارس، كورة تتهادى ولكن مستحيل الجون يجيبها. فهو ده التركيز لما والذهن لما يكون صافي، يديك الحلول في لحظة والدقة في التنفيذ. ده كان كلام مهم جدا. الكابتن محمد عمر بقى نجم الاسكندريه وعضو مجلس النواب رايه مهم. كابتن عمر، تعادل سلبي بدون اهداف بين كل من فيوتشر والاهلي. الاهلي كان مسيطرا طوال الشوط الاول والشوط الثاني لكنه لم يحرز اهداف، لماذا؟ عكس ما كلنا توقعنا، كان في تركيز عالي جدا من الكابتن علي ماهر ولاعيبته الحقيقه، يعني خاصه خط الظهر اللي كلنا توقعنا ان سهل جدا يستقبل اهداف، لكن الحقيقه تعاملوا بواقعيه شديده جدا. كان واضح ان الشكل الدفاعي والاعتماد على الهجمه المرتده هو ده اسلوب لعب لفيوتشر. الهجمه المرتده ما كانتش بتكمل يعني، لكن في الجزء الدفاعي كانت المفاجاه ان اللعيبه كلها بتدافع. ده بالاضافه يعني كان في سوء توفيق الحقيقه عند لعيبه النادي الاهلي خاصه بيرسي تاو، ف
فاعتقد ده اللي خلى الحقيقه ما يبقاش فيه اهداف وتوفيق صاحب لعيبه فيوتشر. نفس الكلام وتحدث ان زي ما قلنا فيوتشر ما كانش عايز يخش فيه جون، لعب على هذا الاساس، نمط لعبه كان كده، ارتداده للدفاع تحت الكرة، ده حتى مستر كولر قالها كانوا تحت الكرة على طول مع لعيبه كويسه، نوعيه كويسه بنوعيه فيوتشر، صعب بقى تجيب جون الا بتركيز عالي جدا. فهو يعني قال سوء بخت وقال التركيز وقال ودى فيوتشر حقه اللي لازم ياخد حقه في انه اذا كان هذا هدفه من المباراه بصرف النظر بقى اشتغل على تحقيق هدفه. طيب الاستاذ حسن المستكاوي الناقد الكبير سال وجاوب لنفسه. انا هسال وانا هجاوب. ماشي. هل الاهلي النهارده يعني خرج مهزوما قدام فيوتشر؟ لا، انا رايي لا. طيب السؤال الثاني وانا هجاوب عليه برضه. يلا. هل حمدي فتحي عشان ما كانش موجود النهارده في هذه المباراه الاهلي تعادل مع فيوتشر؟ انا هجاوب لا. صح، عشان في ناس هتملها تقول ايه بقى، اصل حمدي فتحي مش موجود. صح، حصل. يا ترى هل الروتيشن بتاع مارسيل كولر هو سبب في التعادل بتاع النهارده؟ الاجابه لا. لا. طيب السؤال الرابع. ماشي. حسين الشحات وكهربا بيرشيتاو ده خط الهجوم الاساسي في النادي الاهلي. حصل. طيب مروان عطية وديانج أساسيين ولا مش أساسيين؟ أساسيين يا فندم. القندوسي بقى هو المشكلة بتاعة الماتش ده؟ لا طبعا. دي الإجابة أنا برضو. أيوة. لا. ها؟ إيه رأيك في اللي قاله مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي؟ موافقه مليار في المية. صور بقى. أنا هديله 9/10. على المؤتمر الصحفي. الراجل قال انت بتلعب ماتش كل 3 ايام، فانت ذهنيا مجهد، ذهنيا اللعيبه مجهده. عنده حق. قندوسي مش هو المشكله، هو اتكلم على قندوسي بالتحديد في المؤتمر الصحفي يعني، وقال يعني ما هوش هو السبب يعني. وعلمك بقى القندوسي ليه كام تاتش في الماتش انا عجبوني، بتقول ان عنده مهاره، عنده سرعه، سرعه قرار وسرعه تصرف يعني. يعني كلام كابتن حسن واضح، مش محتاج نعلق ونتوقف قدامه. كل الاسئله اللي سالها اسئله بسيطه باجابات مباشره. لا طبعا خلاص، هو ماتش ما كانش يعني، فعلت في كره القدم ما كان ينبغي ان تفعله ولم توفق. وعشان كده طلعت كمان قلت ايه، في لعيبه مش في مستواها، لان اللعيب اللي قدامك لعب على نقاط القوه بتاعتها. ما هو انا لما اكون من مدرب فيوتشر عارف ان الخطوره هتتركز في كهربا وفي شحات وفي تاو، على قدر الامكان قدروا يوصلوا للجول. حتى الجون اللي اتلغى بكل الانتقادات اللي وصلت للشحات لعبه شحاتيه يعني، الباس بالقوه دي في الحته دي، هو ده حسين الشحات اللي اديها لك بالمزوره كده عشان علي معلول يلعبها بالعرض، ويطلع انه كان متسلل. لما كانش متسلل جون يغير لك كل الليله دي. ف دعونا نخرج من هذه المباراه نامل ان احنا نعوضها باذن الله، وخلينا ثقتنا في نفسنا اقوى من كده بكتير. وده اللي قاله الزميل ابراهيم فايق لجمهور الاهلي، نسمعه. جمهور الاهلي زعلان عشان تعادل مع فيوتشر. انتوا بتتكلموا بجد يا جماعه؟ زعلانين من فرقه واخده بطوله افريقيا؟ زعلانين من فرقه متصدره جدول الدوري وعندهم مؤجلات؟ بجد والله زعلانين منهم بجد. ده زعلانين بجد. اقول لكم معلومه حصري لاول مره، الاهلي بيلعب فرق جديدة. الاهلي بيلعب فرق يا جماعة، يعني في فرق بيبقى عندها طموح انها تجيب نقطة. دي كورة يا اخوانا، ده البطولة ما بردتش، وانت متصدر بطولة الدوري عايز ايه تاني؟ 9 انتصارات متتالية يقول لك، وما يبقوش 10 ليه؟ وربنا يا جماعة مش كده،
عادي يعني، ادوا فرصة للعيبة بتاعتكوا يعني ايه تتعادل ماتش، مش عيب في الكورة، مش عيب، لانه في فرق تانية بيبقى عندها اقول لك على معلومة حصري لأول مرة تعرفها في حياتك، الفرق التانية بيبقى فيها مدربين وبيشتغلوا على الخطط اللي بيها لو مش هيكسب الاهلي وقف خطورة الاهلي. شفت المفاجأة ايه يا اخوانا؟ كده يعني رايحه جايه، مش الدنيا مش كده. فاللعيبه بتاعت لعيبه الاهلي النهارده شايف انتقادات كبيره لاسماء بعينها، يعني حاسه ضايع كوره، كان في حلق الجون ضايع كوره، عادي ما يضيع يا اخوانا، رصيد الفرقه دي يشفع يقبل. فخلي صدركم واسع، دي كوره، احنا راجعين من العيد، لا لسه كسبان 3-0 الماتش اللي فات، وانتصارات مفيش بعد كده، وكاس عالم أندية جاية على بطولة إفريقيا رايح. طيب إبراهيم فايق بيقول لجمهور الأهلي، هو أنتوا بجد زعلانين إن أنتوا تعادلتوا؟ ده الحقيقة بيفرض قضية لازم أناقشها مع المهندس عادل بخبراته المتراكمة وأمانته على قيمة الأهلي. الحقيقة هو أنا لما أرفض الهزيمة ولما انتظر من فرقتي المكسب باستمرار، ده يعظم ويعزز قيمة الأهلي إيجابية، ولا رفض الهزيمة في حد ذاته ضغط شديد على اللعيبة؟ إيه الموقف بين الاثنين؟ استخدمنا 3-4 ألفاظ في تعليقنا على التعادل وكأنها هزيمة. أوكي استخدمنا، لا ده بالعكس أنا مبسوط. ده ماشي التعظيم. مع ده ماشي مع كلامك ان اصبح التعادل بالنسبه للاهلي كالهزيمه. ايوه حتى لو مع فريق ثالث الدوري، يعني مش فريق صغير. انا كمان عايز اقول ايه، فكره انك انت بتستخدم 3-4 الفاظ وانت بتتعرض لفكره هو انا زعلان، انا بجاب بقى ابراهيم، انا زعلان ان انا تعادلت، انا عايز اكسب وعايز اخلص، فانا زعلان بس مش غضبان. الفار الكبير بقى الالفاظ هنا يا استاذ ابراهيم. انت ممكن تزعل الشيء ما حصلش، بس ما انتش غضبان وعمال تلوم نفسك ولا تلوم الظروف ولا تلوم اللي قدامك، ها، وتأنب فيه وتحبطه زياده عن زعله، ها، نتيجة انه ما الهدف لم يتحقق. بذل جهدا كبيرا وكاد الامر ان يتحقق، ما حصلش. فانا مش انا اغضب لو ان احنا قدمنا التراخي، لو ان احنا ما كلناش فرص او نجونا نتيجة الهجوم الضاغط اللي حصل علينا عكس المفروض، وده ما حصلش، كل ده ما حصلش. جاوب على كده الاستاذ حسن مستكاوي، علق على سوء البخت الكابتن احمد حسن، علق الكابتن فضل على هذا الامر، وايضا محمد عمر كمان ومحمد عمر وايضا، بس هو انا بقول للاستاذ ابراهيم اخويا وحبيبي، انا زعلان بس مش غضبان، مش ناقم، مش رافض، مش حتى لو كنت ما بحبش النتائج السلبية، إذا اعتبرنا في هذه الحالة إن التعادل ده سلبي وهو سلبي، بس مش ناقم، يعني مش عايز. إمتى بقى يبقى ضغط؟ أنت سألت السؤال بقى اللي أنا هجاوبك عليه. هو ده بيمثل ضغط؟ لو خدت الأمر بغضب هيمثل ضغط، وهزيد الطين بلة. شفت قبل ما تقولها انا عديت لك واحده غلط، لا نادر ما رضيتش اقولها. لا قبل ما رضيتش اقطعك، معلش بنتعلم. لا انت استاذ. احنا لا احنا لو تعاملنا بغضب زي انت لما تكون طالب حاجه من ابنك او بنتك او بيتك او والناس حاولت تعملها ما حصلتش، التبكيت بقى والتأنيب والتهزيء أو التقليل هيجيب نتيجة إيه غير إن بيوتر العلاقة وبيفسد العلاقة.
اللي هي قويه لازم تفخر بيها، لان الناس دي كلها عايشه كلها عمرها بتخدم فيك وواقفه جنبك وما قصرتش معاك. لما يحصل حاجه غصب عنهم لازم نبقى فاهمين هذا الامر، لازم نبقى فاهمين ان ما هو حدود الزعل المحفز والغضب المحبط. ده اجابه سؤالك. طيب ده كلام معقول جدا، وخليني اقول انا قولا على قول، ايه اللي يخلي الحالتين ده غضب محفز وده خطا وده غضب محبط هدفه سلبي وده زعل مش غضب؟ زعل. الغضب اوعى تفتكر ان الغضب ده شعور ايجابي. ولذلك يقول لك ايه؟ لا ما تاخدش قرار وانت غضبان. صحيح. الخطوره فين يا جماعه؟ وانا لو مقيم المساله صح والفريق ادى كل اللي عليه ومحدش قصر، لو في خطا موجود المدرب حاطط ايده عليه والمدرب هنا هو اللي بايده التغيير، هنا المساله ايجابيه. زعل ايجابي ان انا عايز النقطه السلبيه دي تكمل، انما الخطا والخطوره مع بعض فين؟ ان هلاقي ناس متربصه هدفها ازاي تقدر توقع جدار الثقه اللي الفريق بناه. الجيل ده وصل لمرحله بنى جدار ثقه بينه وبين الجمهور وبينه وبين الاداره وبينه وبين الجهاز، وقيمه مارسيل كولر الناس من خلال شهور قليله بدات تقارنه بواحد زي مانويل جوزيه، وبينه وبين التاريخ الارضيه القويه ديت وجدت من يعبث فيها من الشياطين. يطلع لك شيطان يقول لك مارسيل كولر مطلوب للخارج، مارسيل كولر مش عايز يكمل. هو الهدف ايه؟ ضرب الفريق وضرب استقراره. يطلع لك تشكيك في اللعيبه اللي موجوده، الهدف ايه؟ ضرب استقرار الفرقه، هز الثقه اللي موجوده. لانه خدوا بالكم حاجه، جمهور الاهلي بالثقه الكبيره والفرحه العارمه اللي كان عليها والسند القوي مع الفرقه ومع الاداره ومع الجهاز ومع اللعيبه، باذن الله تعالى ما حدش يقدر يقف قدام الاهلي بالساهل ككوره. واديكم شفتوا نتيجه هذه التجربه، انت بتلعب فاينل افريقيا 4 مرات ورا على بعض، يطلع اي هايف تافه يقول لك التحكيم، التحكيم افريقيا، الحكام اللي بيحكموا للاهلي في افريقيا حكام القاره كلهم، مين جامل الاهلي فين؟ وانت بتلعب 6 فاينل في اخر 7 سنين، ودول كانوا حكام مصريين، بس هو مش لاقي لك سبب يقلل بيه من قيمه انجازك، فيقول اي حاجه تافهه وغريبه. هنا في التحكيم المصري اكتر فريق بيتعرض للاخطاء المؤثره النادي الاهلي، لكنه بنقول دايما ما تقفش عند ده، اعمل اللي عليك. رفض التعادل اذا اعتبرناه نتيجه سلبيه، وهو نتيجه سلبيه لفريق بطل، الخوف منه من المندسين، ان الناس ناس تحسب نفسها على الاهلي وتبدا تكسر، لدرجه انت خالق 28 فرصه هجوميه، يطلع الكلام مش قلنا لكم عايزين مهاجم؟ يا عمي والله ان شاء الله تعالى هيجي مهاجم، بس خد بالك حاجه. طب هو الفريق ده بنفس اللعيبه اللي انت عايز تقلل منهم، الفريق اعلى تسجيلا للاهداف، الفريق ده الفريق الوحيد دلوقتي اللي استحدث حاجه اسمها نادي الثلاثه، بقى 14 فرقه تخسر من الاهلي 3-0، ده ما حصلش لاي حد. على دي بقى اللي عامله ضغط. اه انك هتقعد باصص للنتيجه دي يا استاذ ابراهيم، انا مش عايز اجيب سيره الكلام لكنه ده، لكنه مؤشر القوه الهجوميه فيها، القوه الهجوميه انك اقوى هجوم بالظبط خلاص. لكن ما حددتش بقى يعني، يعني السلبيه الوحيده في رايي ان واعتقد ان هو ده اللي كان يقصده مارسيل كولر اما بيقول النتيجه، يعني انتوا اتعودتوا على نتيجه 3-0، عايز يقول كده يعني. عارف الراجل المحترم ده ماتش البنك الاهلي قال ايه؟ قال الماتش خلص 3-0 بس النتيجة لا تعبر عن سير المباراة. ايوه يعني عايز اقول ايه؟ قال المباراة ما كانتش سهلة. مش عايزين الكلام ده. اه. مش عايزين كلام النتيجة المحببة والمش عارف ايه، الكلام ده بيتقال عشان هيخلق عليك ضغوطات تانية. وبيتقال عشان ناس تقعد تهاتر مع بعضها، هما حرين، انا الفوز يسعدني مش عشان اغيظ بيه حد، عشان ابقى سعيد. احقق بيه هدفي. ومش عشان اضحك بيه على نفسي، لا احقق مش عشان اضلل بيه نفسي، ومش عشان احط نفسي ببرج عالي، ومش عشان ان انا انظر، لا انا عايز ابقى سعيد بفرقتي، وعايز اوصل لتحقيق الجمله اللي انا مقتنع بيها
وان كان يعني قد يبدو ان انا متحيز لها، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. عظمته سر قوته. فخلينا في سر عظمه الاهلي، وخلينا ما ننظرش الى الامور. انت لسه بتتكلم على الاجتزاء، هنقعد نجتزئ الدنيا كده في دقائق وفي عرضه وفي، خلينا نوصل لاهدافنا وربنا يكرمنا عشان هذا الجيل يبقى عمل الحاجه اللي ما حدش غيره عملها. بصوا للناس دول يا ولاد حققوا ايه؟ عمالين نقول للاجيال السابقه الاجيال السابقه، احنا على وشك تحقيق رقم صحيح. قياسي. على فكره الاهلي فرقه تقيله، ده مش راينا، ده راي راجل زملكاوي ومنصف ومحترم الزميل كريم حسن شحات، نسمعه. انا مدير كره نادي البنك الاهلي وبلاعب الاهلي المباراه اللي فاتت يوم الخميس اول امبارح في الدوري. لا الاهلي فرقه تقيل. اه طبعا يعني رغم البنك الاهلي على فكره رغم النتيجه 3-0 نتيجه يعني شوفها اللي هي كبيره، البنك الاهلي عمل جيم كويس وكان بيلعب جيم مفتوح امام الاهلي، لكن الاهلي لعيبه عندها ثقه، اللعيبه بتتحرك كويس قوي يا محمود وايهاب جوه الملعب، عندهم كواليتي من نص خطا يقدر يعمل لك البنك جول. كمان حظه وحش لان الاهلي راجع في حاله كويسه الفتره الاخيره بيأدي بشكل كويس، فالنادي الاهلي كمان من الانديه اللي عندها استمراريه طالما كويس. انا شفت كمان تحركات اللعيبه بدون كوره عشان قاعد في الملعب جوه الملعب شايف عندهم كواليتي لعيبه مختلفه، بس ده مدير الشغل الجماعي. اه بتكلم في كده، ده شغل مدير كولر مدرب كويس يعني الدكه زي الاساسيين يعني ما بينزل حد من بره نفس المستوى ويمكن افضل ما فيش فرق ما بين ال 20 لعيب اللي موجودين. هو عنده حلول بره كمان كتير يعني عنده حلول. لا هو موصل كمان اللعيبه الحاله بدنيه ونفسيه وفنيه هو كلهم زي بعض. هو واضح ان هو بيعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس وانا بشوف دي من اهم الحاجات اللي بتبقى في المدير الفني. يعني هو واضح ان هو بيعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس جدا. أهمية الكلام اللي قاله الكابتن كريم إيه؟ إنه يتحدث كمدير للكرة، هو كان بيلعبنا. يعني هو قاعد على الخط بره بيلاعب الأهلي وشايف الأهلي، قال لك ال 20 لعيب زي بعض. ال 20 لعيب بيأدوا، الفرقة الأهلي كذا 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 كذا. في واحدة أنا أرى أن مباراة الأهلي أمام فيوتشر كانت أقوى أكثر إجادة من لعيب الأهلي عنها من مباراة البنك. ورجعوا اتفرجوا على الماتشين تاني. الفارق ان انت يعني لو صادفك التوفيق كنا هنلمس هذا الامر، وان الفرقه كانت ماشيه بنفس المعدل من الاجاده. فالكلام ده يعني عايزين نتوقف، لان ده المنافس اللي بقى وهو اعلامي جالس على كرسي الاداري اللي بيقابلك. رأي مهم جدا للكابتن كريم حسن شحاته. المباراه امبارح كان فيها جدل او مش جدل، فيها قرارين تحكيميين. الاهلي اتلغى له هدف لانه فعلا علي معلول كان متسلل، لكن احمد عاطف كان متسلل، الا انه شفنا حد قال لك لا ما كانش متسلل. خلاص فصلا للامر كلف تعرف نشوف اهل الذكر. اهل الذكر الكابتن للتحكيم الكبير الكابتن احمد الشناوي، نشوف. نقف هنكبر الصوره، لما نكبرها هنخش عليها. مين الخط؟ خلينا في الخطوط الافقيه دلوقتي. مين اللي هو اقرب للمرمى؟ الاحمر صح؟ طيب الخط الاحمر اللي نازل من فوق نازل مع الاحمر ولا مع الازرق؟ طيب نازل على اخر جزء من اللاعب ولا مش من اخر جزء؟ طب الخط الازرق نازل مع اللاعب الخط الازرق من هناك ولا لا؟ هنا ما يقدرش حكم الفار يقول ان الكره دي هدف، ما يقدرش. اذا الهدف الالغاء صحيح، الالغاء صحيح وقرار الحكم واقعي. ده الكابتن احمد الشناوي. كابتن ياسر عبد الرؤوف وهو محلل التحكيم في قناه الزمالك، نشوفه. الحالة اللي امامنا دي وهي التسلل، راي حضرتك فيها؟ بص يا كابتن سيف، طالما ان الخطوط ظهرت وطالما ان النقط متاخده بشكل سليم وطالما ان لحظه لمس الكوره للزميل متاخده بشكل سليم يبقى اكيد النتيجه سليمه، لا مجال للاجتهاد. صح. هو واخد النقطه من كتف المهاجم. تمام؟ صح يا كابتن. احمد عاطف. ده الجزء اللي هو الاقرب لخط مرمى منافسيه. صح. واخد من قدم المدافع اللي هي
اقرب نقطه في المدافع لخط مرمى. تمام. وعمل المقارنه ما بينهم. لحظه اللمس متاخده بشكل سليم. تمام. يبقى في الاخر النتيجه سليمه والقرار تسلل، وده كان قرار على فكره احمد توفيق طلب في الملعب واكد عليه حكم الفار واكد عليه نتيجه التقنيه. صح. احنا ليه جبنا لكم التعليقين مع بعض؟ لان في تطابق في الكلام. بصوا يا جماعه، السنتيمترات اللي مزعله الناس دي لغت لنا جي 6 7 اجوان احنا كنادي اهلي. لسه الماتش اللي فات واللي قبليه. طيب مش اللي فات بتاع فيوتشر يعني. هو قال لك النقطه محطوطه فين؟ على الكتف. النقطه لو تجيبوا لنا الصوره وثبتوها عشان نوري الناس النقطه محطوطه فين. النقطه محطوطه على الكتف عشان لما يطلع الكابتن جهاد جريشه اللي لازم يدهشنا بحاجه خارج ال 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 ده مهما هو نفس الصفاره اللي الكره دي محطوطه فين يا جماعه؟ شايفين ايد اللعيب بره الخط الاحمر اهو. يعني محطوطه على الكتف يا كابتن جهاد. عشان انت تقول لي محطوطه غلط. محطوطه غلط لو كان حطها على الايد، لكن ده محطوطه على الكتف. على الكتف اهي. ايه الغلط اللي فيها؟ واخد بالك؟ انما لازم حد يطلع لك كده عشان يثير الجدل ويبقى انا موجود ويبقى انا مش عارف ايه. احنا خرجنا من هذه المباراه واحنا مقتنعين ان القرارات كانت رغم ان احنا ايه يعني لولا ان علي معلول الخط اوسع شويه كان عندك اسباب الجدل يعني. لكن اهو احنا اوف سايد، ما بنجادلش وما بنقاوحش، لكن غيرنا يقاوح. لانه ما عندوش حاجه تانية محتاج يقاوح. فخلينا يعني حتى الكابتن حسن السكاوي وهو بيدي النمر والحكام اشادوا بالبنا. صحيح. طيب المهندس عدلي اشار في من بدري برغم كل ما يتعرض له الاهلي من رجم اعلامي ومحاولات لتشويه انتصاراته ومحاوله للتقليل من جداره فوزه، الا انه الحمد لله الناس دي رايها داخليا، لان الصوره بره اوضح، لان الناس هناك بتستند الى واقع حقيقي وشايفه الصوره من الخارج بعين امينه شويه، بعين تحترم حجم الانجاز الرياضي، بعين تقدر فريق لنادي بيتاهل 6 مرات في اخر 7 سنين لنهائي دوري الابطال. هذا لم يفعله اي بطل لاي قاره في السنوات الاخيره، فقط بيفعلها الاهلي. عشان كده في تونس الاستاذ حسام الحاج على قناه الاي اف ام التونسيه شاف الاهلي ريال مدريد. انت بتذاكر، برافو عليك. اسمعوا بنفسكم. تقاليد في اللجان نتاعهم. انا معناها كيما تقول ريال مدريد في اوروبا، كي تدخل انت للنادي ما ثماش معناها ما عندكش فكره اخرى اللي انت لازم تكون بطل افريقيا، تكون بطل السوبر، بطل القارات، تمشي كاس العالم. معناها هذيك حاجه مسلمه. نهار اللي ما تصيرش معناها كارثه في النادي، كارثه. الاهلي في كل بلاصه بريسك في مصر ثم النادي الاهلي هو فيه السيكسيون الكل وفيه الكاتيجوري الكل وفيه السبور الكل وفيه كذا، فيه اشتراكات وفيه كذا، والانخراطات يصبوا الكل في الانخراطات. ليه؟ ولي جون والتكوين. انت مثلا تو انت مثلا تو احنا 120 مليون نسمة زاد 120 مليون نسمة. الاهلي قداش من محافظ ولا قداش حاجه في مصر؟ احسن جورات اللي في المحافظ الكل يمشيوا للنادي الاهلي ومن بعد يجيوا. دونك عندها مفتوح على مصر الكل باش تجيب لي ميور جوار، اكثر مداخيل، اكثر سبونسور، اكثر كل شيء. يمشي لشكون؟ يمشي للنادي الاهلي. دونك مدرسه استراتيجيه واستقرار، استراتيجيه واستقرار، ومش بدات اليوم. احنا كل شويه نذكركم بالكلام اللي بيتقال، لان الحقيقه محتاجين نذكركم ونذكر انفسنا ونذكر الاخرين. كيف يرانا الناس؟ كيف يرانا الناس وهم بيدللوا؟ يعني الحاج حسام الحاج بيقول لك ايه؟ هتقول اهلي اكنك تقول ريال مدريد. ما عندكش فكره غير انك انت ترتب اولوياتك ولازم تبقى بطل افريقيا. يوم ما بتكسبش تبقى الكارثه.
الاهلي منظم، عنده لجان وعنده عشرات الملايين، هو قال 120 مليون نسمه بتشجع الاهلي. لو تروح المحافظات تلاقيها كلها اهلاويه. الاهلي اكثر طبعا رعايه، اكثر كل شيء. الاهلي مدرسه واستراتيجيه واستقرار. الاستقرار هنا مش استقرار الافراد. على فكره كلمه استقرار قد تكون خطا. الاستقرار على الخطا خطا، يعني لما يقول لك المريض حالته مستقره ربما على غيبوبه، مستقر على سوء. لان شفنا بيه الخيرات التونسي علشان ده همنا الوقت يحكي فيه على الاهلي، لانه الاهلي عادل منظومه كبيره. الاهلي مؤسسه الحقيقه، ومؤسسه دي عندها دي بريوريتي، عندها اولويات تشتغل عليهم. الاهلي يهمها رابطه ابطال الافريق والبطولات العربيه، لانه رابطه ابطال الافريق تفتح الباب لكاس العالم الانديه اللي بيشارك فيها الاهلي 9 مرات، 3 مرات يطلع ثالث. لكن الاموال المرصوده في البطوله العربيه اكثر بكثير من رابطه الابطال. لا، هو الاهلي يبحث عن البرستيج اكثر. فريق الاهلي المصري قال لك ما تعنينيش الاموال هذه، لانه كما قال لك اذا كان احنا شاركوا في البطوله العربيه من اجل المال، الاهلي يقول لك انا نخير ناخذ برابطه ابطال افريقيا ولما لا السوبر الافريقي ونمشي لكاس العالم الانديه، لانه فما اولويات بالنسبه للاهلي المصري. الاهلي قلت لك منظمه كبيره ياسر. الاهلي هي نوادي في مصر، وهي بنوك، وهي تجمعات، وهي كومباوند، وهي مساكن، وهي الاهلي عالم ما تجيبش تقارنه بالانديه في تونس الحقيقه، لانه الرصيد بتاع الاهلي كبير ياسر، والريزرفوار الجماهيري اللي عند الاهلي ما تجيبش تقارنه بحتى فريق في المنطقه العربيه. هو عنده جماهيره في الامارات وفي السعوديه، انفسهم السعوديين هم يحبوا الاهلي المصري. شفت الرؤيه التونسيه؟ روح الامارات، روح السعوديه، روح اي دوله عربيه تجد الاهلي هو الاكثر شعبيه. الاهلي كل حاجه في مصر، دام الاهلي دائما، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي في 10 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.